من هو ابن الرواندي وكيف أنكر النبوة؟ ولد ابن الرواندي في رواند قرب أصبهان، هو من أصل يهودي، وهذه أول نقطة نضعها في حسباننا عندما نقارب موقفه من النبوة. توفي على الأرجح في أخريات القرن الثالث الهجري، سكن بغداد واتصل بالمعتزلة وكان من حذاقهم، عده المرتضى بين طبقتهم الثامنة، ولكنه خرج عليهم لأسباب لا نزال نعرفها إلى الآن، وحمل عليهم وعلى الإسلام وتعاليمه، ولازم الملحدين واتصل بهم اتصالا وثيقا، ويظهر أنه أضحى دسيسة ضد المسلمين، يدبر لهم المكائد ويستأجر للطعن عليهم وينشر فيهم عناصر الذيل والفساد والإلحاد. ولم يخفى أمره على بعض اليهود المخلصين الذين حذروا المسلمين منه وقالوا لهم: لا يفسدن عليك هذا كتابكم كما أفسد أبوه التوراة علينا. وقد كتب كتبا كثيرة كلها انتقاص للإسلام ورجاله، منها كتاب فضيحة المعتزلة في الرد على فضيلة المعتزلة الذي وضعه الجاحظ من قبل، وكتاب الدافع يعارض به القرآن، وكتاب الفرند في الطعن على النبي صلى الله عليه وسلم، وكتاب الزمردة في إنكار الرسل وإبطال رسالاتهم. هذا الكتاب يعطينا فكرة عن مسألة النبوة وكيف كانت تثار في ذلك العهد، وقد بقي مجهولا إلى زمن قريب، ويرجع الفضل في التعريف به إلى كراوس الذي اهتدى إليه في مخطوطة من المخطوطات الإسماعيلية الموجودة في الهند. وهذه النقطة الثانية التي نضعها في الاعتبار عندما نقارب هذه المسألة، لماذا أخفيت الكتب والمخطوطات في بلادنا وكيف رحلت إلى الهند؟ وهذه المخطوطة ليست إلا جزءا من المجالس المؤيدية المنسوبة إلى المؤيد في الدين، إلى المؤيد في الدين هبة الله بن أبي عمران الشيرازي، داعي دعاة الإسماعيلية أيام الخليفة الفاطمي المنتصر لله، وتشتمل في جهتها على 800 محاضرة ألقيت في دار العلم في القاهرة في منتصف القرن الخامس الهجري، درست فيها المشاكل الإسلامية على اختلافها. وفي المجلس السابع عشر من المئة الخامسة إلى المجلس الثاني والعشرين، يعرض المحاضر لأقوال ابن الرواندي في الطعن على النبوة ويعقب عليها بالنقد والرد. وهذه المجالس الستة هي التي نشرها كراوس وترجمها إلى الألمانية، وعلق عليها تعليقا إضافيا يدل على اطلاعه الواسع وبحثه العميق في مجلة الريفستا الإيطالية سنة 1934. فهي لا تحتوي كتاب الزمردة في مجموعه، بل فقرات منه تولى الإسماعيلية مناقشتها وإظهار ما فيها من خطأ ومغالطة، وفيها دفاع وردود عقلية هي أثر من أثر الثقافة الإسماعيلية المترامية الأطراف. ويتلخص هذا الكتاب بما يلي: إنكار للنبوات عامة ونبوة محمد صلى الله عليه وسلم خاصة، ونقد لبعض تعاليم الإسلام وعباداته، ثم رفض في شيء من التهكم للمعجزات في جملتها. فلا حاجة لنا بالرسل، لأن الله قد منح الخلق عقولا يميزون بها بين الخير والشر، وإن بعض التعاليم الدينية مناف لمبادئ العقل كالصلاة والغسل والطواف ورمي الجمار والسعي بين الصفا والمروة، اللذين هما حجران لا ينفعان ولا يضران، على أنهما لا يختلفان عن أبي قبيس وحراء في شيء، فلما امتازا على غيرهما؟ وزيادة على هذا، أليس الطواف بالكعبة كالطواف بغيرها من البيوت؟ والمعجزات غير مقبولة، من الجائز أن يكون روادها وهم شرذمة قليلة قد تواطؤوا على الكذب، فمن ذا الذي يسلم أن الحسي يسبح أو أن الذئب يتكلم؟ ومن هم الملائكة الذين أنزلهم الله يوم بدر لنصرة نبيه؟ وأين كانت الملائكة يوم أحد حين توارى عن النبي صلى الله عليه وسلم بين القتلى ولم ينصره أحد؟ وبلغت القرآن على تسليمها ليست بالأمر الخارق للعادة، فإنه لا يمتنع أن تكون قبيلة من العرب أفصح القبائل، ويكون في هذه القبيلة طائفة أفصح من البقية، ويكون في هذه الطائفة واحدا هو أفصحها. وهب أن محمدا صلى الله عليه وسلم غالب العرب في فصاحتهم وغلبهم، فما حكمه على العجم الذين لا يعرفون هذا اللسان، وما حجته عليهم؟ وهكذا فإننا نرى أن ابن الرواندي يردد نغمة ألفناها لدى المعتزلة من قبل، فهو ينادي بالحسن والقبح العقليين
ويذكرنا بذلك السؤال الذي وضعته مدرسة المعتزلة لأول مرة، وهو هل الإيمان واجب بالشرع أو بالعقل، بيد أن المعتزلة المخلصين لم يستخدموا العقل هذا الاستخدام المفرط، وبذلوا كل جهدهم في أن يوفقوا بينه وبين الدين، ويردوا على الملحدين والزنادقة بما استطاعوا. إلى هنا نأتي إلى ختام حلقتنا اليوم، شكرا لكم وإلى اللقاء.